حسناً، انتهى اثنان. وبعد أن تنهي القسم الثالث ستكون قد أنجزت أكثر من نصف دورة بادي أوبن واتر دايفر لتصبح غطاس مؤهل من بادي. رائع! نعم، وفي هذا القسم سننظر في بعض الأمور التي يجب أن تعرفها عن بيئة الغطس، بالإضافة لمراجعة بعض التفاصيل حول تخطيط الغطسة. وسننظر في الغطس عن القوارب، وهي إحدى أكثر الطرق متعة لدخول الماء، وستتعلم أسس معالجة الطوارئ في مناقشة معالجة المشاكل، وثم سننتقل للنظر في مغامرتك المقبلة تحت الماء، في مراجعة غطسة المياه المحصورة لغطستك الثالثة في المياه المحصورة. هيا بنا! وربما لاحظت أن العالم التحت المائي فيه متغيرات تؤثر عليه: الحرارة والرؤية وتكوين القاع والحياة المائية وأشعة الشمس، وأنت تعرف أنه عليك أن تأخذ الحرارة بعين الاعتبار، وكم من العازل تحتاج يعتمد على برودة الماء. ولكن ما هو غير واضح أن الحرارة تتغير مع العمق، وعادة تبرد الحرارة كل ما نزلت أعمق، وتكون درجات الحرارة مختلفة طبقات محددة، ولذلك في المياه الهادئة ستنزل بشكل مفاجئ في مياه باردة، وهذا ما يسمى بالحاجز الحراري، وقد يكون الفرق فوقه وتحته بحوالي 8 إلى 11 درجة مئوية أو 15 إلى 20 درجات فهرنهايت. ولذلك للحصول على الوقاية الصحيحة اختار بدلة الغطس وفقاً للحرارة في العمق الذي ستغطس له، وتؤثر الرؤية على الغطس أيضاً وكثيراً، ما تكون أول شيء تريد معرفته عن موقع غطس، وتؤثر الكثير من المتغيرات على الرؤية: حركة الماء والطقس وسهولة تعكير القاع وهلم جرة. وتصعب الرؤية المحدودة من مراقبة مكانك ومكان زميلك، ويمكنك معالجة هذا باستخدام البوصلة وعلامات أخرى للتحرك وبالبقاء قريبين من بعضكم البعض. وإذا كانت الرؤية سيئة جدا فمن المستحسن أن تلغي الغطسة وتفعل شيء آخر، فالغطس يجب أن يكون ممتعا. ويمكن للمياه الصافية أن تربكك أيضا، فقد يبدو القاع أقرب مما هو فعلا، ولذلك راقب كمبيوتر الغطس أو عداد العمق مرارا لتفادي تجاوز العمق الذي خططت له، وتعلمت سابقا أن تغطس مرتاحا وأن تتفادى الإجهاد، ولهذا يجب أن تحسب حساب التيارات عندما تغطس. والتيار هو حركة الماء، وعادة تسببه الرياح والحرارة والمد والجزر أو الأمواج، ومحاولة السباحة ضد التيار وحتى تيار خفيف يمكن أن يرهقك بسرعة، وبالتالي تستهلك هواءك بسرعة أيضاً، وتحتاج لاستخدام الأساليب الصحيحة وتفادي كل التيارات ما عدا أخفها. وعندما يكون هناك تيار خفيف تبدأ عادة سباحتك عكس التيار، وهكذا لن تحتاج لمصارعته للعودة للقارب أو لنقطة الخروج. وإذا ظهرت في نقطة أبعد من نقطة الخروج لا تحاول السباحة عكس التيار، وإنما أسبح عموديا للتيار لكي تصل خط القارب أو الشاطئ، والسباحة عكس التيار سترهقك بسرعة. حاول أن تتفادي السباحة عكس التيار وخاصة على السطح، وإذا اضطررت أن تسبح عكس تيار خفيف لمسافة قصيرة افعل ذلك وأنت على القاع إذا أمكن ذلك، لأن التيار سيكون أضعف بكثير هناك. وإذا دخلت تياراً أثناء الغطس من قارب ولم تستطيع العودة للقارب لا تصارع التيار، عبئ السترة بالهواء أو أسقط ثقلك عند الضرورة، واسترخي وابقى هادئ، أشر للقارب وانتظره ليأتيك. والغطس في التيارات القوية يتطلب تدريباً خاصاً وخبرة تفوق ما لديك كمبتدئ. ومعظم أحسن المناظر توجد في القاع، ولذلك ستقضي معظم الغطسة، وسيؤثر تكوين القاع على الأساليب التي ستستخدمها، وبعض أنواع القاع مثل الطين والتراب والرمل تتعكر بسهولة، وبما أنك لا تريد تعكير القاع فيجب أن تظل فوق القاع وأن تتوخى العناية في دخولك الماء الخروج منها. وبغض النظر عن نوع القاع يجب أن تظل طافيا حياديا وفوق القاع حتى لا تعكره، ولكي لا تؤذي الكائنات المائية الدقيقة، وستتعلم كيف تميز القاع غير الناعم حتى تستطيع النزول عليه بدون أي مخاطرة لك أو للبيئة، ولكن يفضل عدم التلامس بالقاع. وبكونك غطاس ستتفاعل إما بشكل نشط أو غير نشط، ويقصد بالتفاعل نشط هو الاتصال الجسدي، والذي يعني بمعظم الحالات إيذاء الكائنات مثل الارتطام بالمرجان أو صيد السمك. والتفاعل غير النشط يعني ترك الكائنات بحالها مثل التصوير أو مجرد المراقبة. وكما تتصور الغطاس المسؤول يتبع التفاعل غير النشط مع الحياة المائية، ورد فعل الكائن البحري لغطاس يقترب منه هو الهروب، ومعظم الكائنات البحرية غير مؤذية وغير عدوانية. وإذا رأيت حيوانا قد يكون عدوانيا ابقى هادئا على القاع وراقبه، ولكن لا تسبح نحوه، لأن ذلك قد يسبب رد فعل دفاعي والاحتمالية أن هذا الحيوان مارا بالمنطقة. استمتع بالمنظر لأنك لا ترى هذه المخلوقات مرارا، وإذا بقي بالمنطقة اسبح بهدوء بعيدا عنه على القاع واستمر بمراقبته ثم اخرج من الماء. وهناك 9 احتياطات ستساعدك على تفادي المشاكل مع الحيوانات المائية. أولاً، اعاملها كلها باحترام ولا تغيظها أو تزعجها. ثانياً، كن حذر أين أن تضع يديك أو قدميك في مياه عكرة. وثالثاً، يمكن للصيغة اللامعة أن تبدو وكأنها فريسة صغيرة، ولذلك يفضل ألا تغطس بها. رابعاً، إذا كنت تصطاد السمك بالحربة، أخرج السمك فوراً من الماء لتفادي جذب القوارض. خامساً، ألبس القفازات وبدلات الوقاية لتفادي اللدغات والجروح، وتذكر أن بعض اللوادغ والشوك قد تخترقه، ولذلك ظل حذراً. وسادساً، أسبح وأنت حيادي الطوفان مرتفعاً فوق القاع. سابعاً، تحرك ببطء وبحذر. ثامناً، راقب أين أن تضع أطرافك. تاسعاً، لا تلمس الحيوانات غير المألوفة، وإذا لم تعرف ما هو فلا تلمسه، وقانون ذهبي هو إذا كان المخلوق قبيحاً جداً أو جميلاً جداً أو لم يهرب منك فلا تلمسه. وأول شيء ستلاحظه عن النباتات المائية هو أنه أسهل التسلل عليها من الحيوانات المائية. وتمتد النباتات المائية من غابات ورماد البحر إلى الأعشاب والطحلب في بحيرات وأنهار المياه العذبة. وهناك احتمال ضئيل بالاشتباك ببعض هذه النباتات، ولكن ظل انسيابيا وراقب أين تذهب، وتفادي المناطق الكثيفة التشعب، وهذا لن يمثل مشكلة. ولكن إذا اشتبكت فهذا ليس بالمشكلة الكبيرة، توقف وعد قليلا، لا تستدير لأن هذا سيلف النبات حولك، وعادة يكون غصنا واحدا أو غصنين الذي اشتبك فيك، والذي يمكنك أو زميلك أن تحله بسهولة. وإذا اشتبكت بأكثر من عدة أغصان حاول أن تكسرها باثنيها وثم كسرها، وهذا عادة ينجح أكثر من محاولة قطعها بالسكين. ومن الأشياء الرائعة في الغطس أنه يخرجك بالشمس كثيرا، وهذا يسبب أكثر إصابة شيوعاً في الغطس، حرقة الشمس، وهذا ما يمكن أن يتعسك، ولذلك كن حذراً. استعمل واقي الشمس والثياب الواقية، وأبقى بالظل أكثر ما يمكن، ولا تنسى لبس نظارتك الشمسية. وتتضمن مواقع المياه العذبة البحيرات والمحاجر والينابيع والأنهار، وهي ممتازة للتصوير والاستكشاف والغطس لرؤية الحطام. وتتضمن اعتبارات غطس المياه العذبة على التيارات والقاع السهل، التعكير والرؤية المحدودة والماء البارد والحواجز الحرارية وحركات القوارب. وكلها تكون اعتبارات مياه مالحة أيضاً. ويمكن أن تتضمن المياه العذبة على مواقع غطس ارتفاع 300 متر على 1000 قدم فوق سطح البحر، وهذا يتطلب تدريباً وأساليب خاصة لأخذ حساب الارتفاع. والمياه العذبة لا تطوفك مثل المياه المالحة، ولذلك لن تحتاج لنفس كمية الوزن عندما تلبس نفس المعدات وبدلة الغطس في المياه المالحة. ويتم معظم الغطس الترفيهي في مياه معتدلة واستوائية مالحة، وتتضمن اعتبارات المياه المالحة الموج والمد والجزر والتيارات والمرجان والقوارب والمياه العميقة والحياة المائية والمواقع النائية. وأي مكان تذهب له جوانب واعتبارات فريدة، ولذلك قم بدراسة التوجيه المحلي لمنطقة جديدة. والمحيط هو بيئة ديناميكية حيث يمكنه أن يكون هادئاً وساكناً أو غاضباً وقوياً، وهذا يؤثر على الغطس بشكل مباشر، ولذلك سيقوم مدربك بتغطية ما عليه أن تعرفه لغطسات المياه المفتوحة. وتأكد من الحصول على توجيه محلي أينما كنت تغطس في ظروف جديدة. وتخطيط الغطس يتفادى الخيبة بسبب سوء التفاهم والمعدات المنسية والظروف السيئة وهلم جرا. فالتخطيط هو بالفعل تخطيط متعتك، وفكر به في 4 خطوات: التخطيط المتقدم، والإعداد، وإعداد آخر لحظة، والإعداد قبل الغطسة. وفي هذه المرحلة تقوم عادة بالاتصال مع زميلك وتقررون على هدف، ماذا ستفعلون؟ تختارون موقع غطس وتقررون على التفاصيل مثل أين ومتى تلتقون، واستشير سجل الغطس إذا لزم الأمر، وخطط موقع بديل بحالة عدم قدرتك على الغطس في الموقع الأول. وهي فكرة جيدة أن تستعد على الأقل يوماً أو يومين قبل الغطسة، وزور مركز الغطس المحلي أو المنتجع، وراجع تقرير الطقس والغطس، واملأ أسطوانتك، واستخدم لائحة تفقد كما تتفقد معداتك، وافحص كل شيء، وهذا يعطيك وقتاً لمعالجة أي مشاكل قد تجدها. وقبل مغادرتك راجع النشرة الجوية، وأبلغ شخصاً ما أين أنت ذاهب، ومتى تتوقع أن تعود، وماذا يفعلون إذا لم تعد، وخذ معك أشياء مثل المعطف والنظارات الشمس وصندوق غذاء. أحزم حقيبة الغطس إذا لم تفعل سابقاً، بحيث يكون ما تحتاجه أول آخر ما تضعه في الحقيبة إذا كنت ستغطس من قارب. وأخيراً قم بفحص ألساهي لكي لا تنسى أي شيء أرضاً. وقبل الغطسة خطط تفاصيل الغطسة، تفقد الظروف وقرر إن ستغطس أم لا، أو توجه للموقع البديل، واتفق أين ستدخلون الماء وأين ستخرجون، وما هو المسار الذي ستتبعونه، وراجعوا الإشارات اليدوية والاتصالات، وقرروا ماذا ستفعلون بحالة انفصلتم، وما ستكون حدود الهواء والعمق والزمن، وماذا ستفعلون بحالة طوارئ. وإذا كنت بادي سكوبا دايفر فستقوم بخطة ما قبل الغطسة مع المدرب أو مساعد المدرب أو كبير الغطاسين الذي سيقود الغطسة. والآن قم بالغطس، وستواجه مشاكل أقل، وتستمتع أكثر عندما تخطط الغطسة وتستخدم الخطة، وليس من الضروري أن تكون الخطط معقدة وأن تتطلب الكثير من العمل، يمكنها أن تكون بسيطة وتتطلب بضعة دقائق فقط للمناقشة ولتوفير المرونة، ولكن يجب عليك إتباعها. ولا يمكن لأي شخص أن يضع خطة غطس لك وأن يغطسها عنك، أنت وزميلك مسؤولان عن إتباعها. ومع أنه هناك الكثير من الغطس الجيد من الشاطئ، ولكن إذا كنت غطاساً فستقضي وقتاً على القوارب، وتأخذك القوارب لمواقع الغطس إذا لم تقدر أن تصلها من الشاطئ، وتقلل من وقت السباحة الطويل. وما أحسن الأمر هو أن القوارب متعة، وإذا كنت ستجري غطساتك من قوارب في هذه الدورة فسيغطي مدربك ما عليك أن تعرفه لغطسات المياه المفتوحة. وكما ذكرنا سابقاً، تأكد من الحصول على التوجيه المحلي أينما تغطس بالقوارب في ظروف جديد. وللغطس سجل سلامة مذهل، وأحسن من أي رياضة أو نشاط تغامري آخر، ولكن العقلانية تنص أن دخول الماء والغطس فيه يتضمن على مخاطرات، وتعلمك دورة سكوبا دايفر بادي أوبن واتر دايفر تقليل هذه المخاطر، ولكن إذا نجمت مشكلة ستريد أن تستطيع أن تعتني بنفسك أو بغطاس آخر. وسننظر كيف تعرف عندما يحتاج الغطاس لمساعدة، وكيف توفر المساعدة على السطح وتعالج المشاكل تحت الماء. ولكن إذا كنت ستغطس بمكان لا تتوفر فيه مساعدة ثانوية، كبير الغطاسين أو مدرب أو منقذ أو مسعف بشكل فوري، فيجب أن يكون لديك تدريب إضافي في الإسعاف الأولي والإنعاش القلبي وإنقاذ الغطاسين. ودورات The Emergency First Response Primary and Secondary Care PADI Rescue Diver تعطيك المهارات توسع وتحسن مهاراتك في منع المشاكل ومعالجتها، وستجد هذه من أكثر الدورات تحدياً وتحسيناً التي تأخذها كغطس. والآن سنركز على الوقاية من المشاكل والاستعداد بمعلومات اتصال الطوارئ مثل المسعف المحلي والشرطة وترددات الراديو لخفر السواحل، ومعلومات الاتصال مع خدمات طوارئ الغطس المحلية مثل شبكة تحذير الغطاسين. وإذا لم تتوفر هذه الخدمات في موقع الغطس، فيجب أن يكون معك معلومات اتصال أقرب حجر إعادة الضغط، وبأي حال احمل معك هاتف خلوي وراديو وعملات نقدية للهواتف العامة أو أي وسيلة أخرى لطلب المساعدة، وسيوفرك المدرب بالمعلومات لمنطقتك. ومع أنك غطاس تحت الماء، فمعظم المشاكل تقع على السطح، ويمكنك الوقاية والتحكم بمعظم المشاكل بالالتزام بحدودك وبالاسترخاء وبتحقيق الطوفان المناسب والحفاظ عليه على السطح. وأول شيء عليك فعله بحال واجهت مشكلة هو الطوفان، واجعل معداتك تعمل لك، لا تهدر طاقتك وتتعب نفسك تحاول الطوفان، املأ السترة وأسقط ثقلك. لهذا لهم بزيم سريع الفك، ويمكنك استعدادهم فيما بعد، وإذا لم تستطيع فيسهل استبدالهم. وإذا احتجت للمساعدة تصرف بذكاء وأطلب، صفر أو لوح أو أصرخ واحصل على المساعدة قبل أن تتحول مشكلة صغيرة إلى مشكلة كبيرة، ويسهل عليك على الغطاسين الآخرين. وسيقول لك كبار الغطاسين أن الأغبياء هم الذين يحتاجون لمساعدة ولكنهم لا يطلبون، الذين يسببون الإزعاج الأكثر لهم ليس الأذكياء الذين يطلبون المساعدة. وهو دائما واضحا عندما يواجه غطاسا مشكلة، ولكن ليس دائما، وتحتاج أن تعرف الفرق بين غطاس يواجه مشكلة ولكنه يسيطر على الوضع، وغطاس فقد السيطرة على الوضع لكي تستجيب بالشكل المناسب. والغطاسين الذين يواجهون مشكلة ولكنهم يسيطرون على الوضع يبدون هادئون، وعادة ما يطلبون المساعدة ويبقون معداتهم ويتحركون بتعمد ويستجيبون للتعليمات. والغطاسين الذين يفزعون ويفقدون سيطرتهم على أنفسهم ويخضعون للخوف المفاجئ وغير العقلاني، ويحل السلوك الغريزي وغير المناسب محل السلوك العقلاني والمدرب، وعادة لا ينفخون سترتهم أو يسقطون ثقلهم، ويبصقون المنظم ويخلعون نظاراتهم، وخوفا من الغرق يهدرون طاقة كثيرة يحاولون إبقاء رأسهم فوق الماء، وتكون عيونهم متسعة وغير نافذة، وعادة لا يستجيبون للتعليمات. ويحتاج الغطاس الفزع للمساعدة الفورية، لأنهم سيصارعون حتى يرهقون ولن يستطيعوا أن يظلوا طائفين. ومساعدة غطاس آخر لها 4 خطوات. أولاً، حقق الطوفان لك وله. ثانياً، هدئ الغطاس. ثالثاً، ساعده على تحقيق تنفس منتظم. رابعاً، ساعده يخرج من الماء. وأنت تقلل من الخطر عندما تحقق الطوفان، وإذا كنت بالماء مع غطاس انفخ سترتك وأعطيه شيئاً يطفو بالماء، وإذا كنت خارج الماء أبقى هناك، مد أو أرمي شيئاً يطفو للغطاس، وإذا لم يكن معك أي شيء انفخ سترته أو أسقط ثقله أو افعل كلاهما. وحالما حققت الطوفان فقد استرخى الغطاس، تكلم معه وشجعه أن يتنفس ببطء وبعمق وثم إذا لزم الأمر ساعده يخرج من الماء، وستتدرب على جر غطاس آخر في غطستك الثالثة بالمياه المحصورة. وتمنع معظم المشاكل تحت الماء بالاسترخاء أثناء الغطس، ومراقبا عداد الضغط والبقاء ضمن حدودك. وأكثر المشاكل التي قد تواجهها تحت الماء هي الإرهاق أو انخفاض أو انتهاء الهواء أو منظم حر التدفق أو الاشتباك. وفي القسم الثاني تعلمت كيف تمنع الإرهاق وتعالجه، ويجعلك الإرهاق تشعر بنقص الهواء. وكما تعلمت حافظ على نمط بطيء ومسترخي، وإذا بدأت أنت أو زميلك بشعور انقطاع النفس توقف واسترح واستعد نفسك قبل التحرك بنمط أبطأ. ويمكنك أن تمنع انتهاء الهواء بسهولة بمراقبة عداد الضغط، فانقطاع الهواء المفاجئ بسبب عطل ما لم يحدث نهائيا، ولكن افترض أنه حدث معك، فهذا ليس بالوضع الخطير إذا درست خياراتك وتصرفت. وإذا بدأت عندما يصبح التنفس بالمنظم صعبا، فقد تستطيع أن تصعد بالتنفس الخفيف ولكن باستمرار، لأن ضغط الماء يقل، وبالتالي تستطيع أن تستهلك المزيد من هواء الأسطوانة. والصعود بمصدر هواء بديل كما تدربت هو أفضل خيار، ولكن يجب أن تعرف كيف تستخدم مصدر الهواء البديل عند زميلك، ولذلك راجع هذا أثناء الفحص ما قبل الغطسة. وحتى لم تكن قريبا لزميلك كما يجب، فيمكنك أن تصل السطح بأمان باستخدام الصعود الطارئ المحكم إذا لم تكن أعمق من 10 إلى 12 مترا أو 30 إلى 40 قدما. ببساطة تطلع لفوق واستبح للأعلى مبقيا كل معداتك ومصدرا صوت حتى تسفر طوال الطريق للسطح وتمنع إصابة انتفاخ الرئتين. وإذا كان عمقك لا يسمح بالصعود الطارئ المحكم وكنت بعيدا عن زميلك لتستخدم مصدر الهواء البديل معه، فقم بصعود طوفان طارئ. أسقط ثقلك وثم أصعد متطلعا لفوق مصدر صوتا كل الطريق للسطح. ستجتاز معدل الصعود الآمن، ولذلك استعن بهذا كملجأ أخير إذا كان الطريق الوحيد لوصول السطح. وعندما تصل السطح بعد طوارئ انقطاع الهواء، ستحتاج لنفخ سترتك بفمك أو تسقط ثقلك لتحقيق الطوفان. ومنظمات اليوم ممتازة جدا وصممت لأعمال مضادة للتعطل بتوفير الهواء المستور عوضا عن قطع الهواء. ويمكنك التنفس من منظم حر التدفق، وستتعلم كيف تقوم بهذا في غطسة المياه المحصورة التالية. الاشتباك نادر الحدوث، ولكنه ممكن مع النباتات المائية أو خيوط صيد السمك أو غصون الشجر وما يشبه ذلك، وتفاداه بمراقبة أين تذهب والتحرك ببطء وربط معداتك. ولكن إذا علقت بشيء توقف وفكر وثم حرر نفسك بهدوء، اطلب المساعدة من زميلك. وإذا كان هواؤك منخفضا أو كنت مشتبكا بشكل جديد، فقد تضطر لقطع نفسك، ولذلك احذر ما تقطع. لا تعقد الأمور بقطع معداتك أو نفسك أو الشيء الخاطئ، ومع الحبال السميكة أو الكوابل قد يكون القطع أبطأ من الفك، فقم بما فهو أسرع. إن بلع الماء والإرهاق الشديد والاشتباك انتفاخ الرئة وحوادث أخرى قد تسبب الغرق، أي عدم الاستجابة وتوقف عن التنفس، ويتطلب شبه الغرق الاستجابة الفورية. والهدف الرئيسي هو تفقد التنفس والمباشرة بنفس الإنقاذ إذ لم يكن الغطاس يتنفس. وإذا لم يكن الغطاس نبضاً فعليك أن تخرجه من الماء فوراً وتباشر بالإنعاش القلبي. وهنا 4 إجراءات عامة إذا بدأ الغطاس أنه فقد وعيه وأصبح غير مستجيباً بالماء. أولاً، أحضر الغطاس للسطح وتأكد من تنفسه. ثانياً، حقق الطوفان لك وله، وفي بعض الحالات قد تفعل هذا أولاً وثم تتفقد التنفس. ثالثاً، اطلب المساعدة حسب الحاجة والوفرة. ورابعاً، ساعد الغطاس يخرج من الماء. اتبع هذه الإجراءات حالما تخرج الغطاس من الماء، وتنطبق على غطاس يصبح غير مستجيبا أو يعاني من أعراض إصابة انتفاخ الرئة بعد غطسة، مثل صعوبة التنفس والارتباك والوعي المتدني والتفكير غير الواضح والشلل ومشاكل بصرية وصدر مؤلم. أبقي مجرى هواء الغطاس مفتوحا وتفقد تنفسه ونبضه باستمرار. وإذا كان للغطاس نبضا ويتنفس، أبقه مستلقيا على جانبه الأيسر في وضعية التعافي. إذا فعل ذلك لا يتدخل بأي مساعدة أخرى تقدمها. وإذا كان الغطاس مستجيبا فاستلقائه على ظهره سيكون جيدا، وأعطي الأكسجين وأبقى الغطاس ساكنا، وحافظ على درجة حرارة جسمه طبيعية بحمايته من الحرارة أو البرد حسب الضرورة. وأطلب المساعدة الطبية الطارئة فوراً، وإذا لم يستطيع شخصاً ما أن يذهب مع الغطاس للمعالجة، أكتب أكثر ما يمكن من المعلومات وابعثها مع الغطاس. حان الوقت للغطس مرة أخرى. لننظر على المتعة التي ستحصل عليها في غطسة المياه المحصورة الثالثة. والآن أدركت أنك تستخدم الطوفان الحيادي لتغطس مرتاحاً وتتحرك بسهولة وتصعد بإحكام وهلم جرة. وأثناء هذه الغطسة ستتمرن على التمحور الزعنفي، والذي ينمو قدرتك على تحسين طوفانك، وستقوم بهذا بنفخ سترتك بالفم بالإضافة لاستخدام النافخ المتدني الضغط، وقد تفعل ذلك بعد فاصل نافخ يسرب. خذ نفساً وتحول لخرطوم السترة وانفخ فيه ثلثي نفسك. ابقى كفاية لتنظف المنظم، وتذكر انفخ فقاعات عندما يكون المنظم خارج فمك، وقد تضطر أن تفعل هذا عدة مرات. وللتمحور الزعنفي استلقى على بطنك وتنفس ببطء وبعمق. أضف هواء للسترة بنفخات قصيرة أو نفس واحد إذا كنت تنفخها بفمك، ثم استنشق نفساً لترى إذا كنت ترتفع عن القاع، وأضف الهواء تدريجياً حتى تتمحور للأعلى، وزفر عندما تنزل، وهذا يعني أنك تطفو حيادياً. ويحتاج بعض الغطاسين أن يتمحوروا على ركبهم أو أي نقطة في جسدهم، وهذا ممكن، ولكن رؤوس الزعانف هي الأفضل. وإذا كنت تستخدم بدلة جافة سيجعلك المدرب تعدلها هي وليس السترة لتحقق طوفانك. وحالما أصبحت حياديا سترى أن الطوفان يتغير مع تغيرات العمق، لأن الهواء في السترة أو البدلة الجافة يتوسع أو ينضغط. وللحفاظ على الطوفان الحيادي أضف الهواء كلما نزلت أعمق، وأخرجه كلما صعدت. وأثناء غطسة المياه المفتوحة الأولى ولمنع صعود غير محكوم، تفرغ الهواء من السترة مرارا كما صعدت. وبعد أن تصبح حيادي سيسمح لك المدرب بالسباحة لتعديل طوفانك، وتظاهر أنك تسبح فوق مرجان حساس، وحاول ألا تلمس القاع، وهذا يعدك للغطس عند مرجان حقيقي. إن التشنج هو تقلص عضلي مؤلم وغير طوعي، ويمكن أن يحدث هذا بسبب الجفاف والبرد والدورة الضيقة والزعانف ذات القياس الخطأ وإجهاد العضل، وهو مؤلم ولكنه سهل المعالجة. توقف وريح العضلة المتشنجة وشدها بلطف ودلكها، ويمكنك أن تمد تشنج بعضلة الرجل بسحب رأس زعنفك، أو بالطلب من زميلك أن يمسك قدمك ويضغط عكسها. وبعد إزالة التشنج استرح لبضع دقائق قبل الاستمرار بنمط بطيء. أحيانا يكون الزميل تعبا أو يعاني من تشنجات شديدة ولا يستطيع السباحة بفعالية، ساعده بتحقيق الطوفان الإيجابي لكلاكما. وثم استخدم أسلوب دفع الغطاس المتعب، أحيانا تسمى حمل السباح المتعب، وهي ببساطة طريقة لدفع الغطاس، أو يمكنك بالمساعدة بسحب الأسطوانة، وستتمرن على كلاهما. أنت تعرف كيف تستخدم مصدر الهواء البديل وما هو الشعور بانقطاع الهواء، والآن سننظر في دمج الاثنين معا، وسيقوم المدرب بقطع الهواء مثل قبل. لا تتطلع على عداد الضغط إذا عندما تشعر بصعوبة التنفس. أشر واحصل على مصدر الهواء البديل من زميلك. وسيجعلك المدرب تسبح مع زميلك مستخدماً مصدر الهواء البديل لمدة دقيقة على الأقل، وعندما تعود استعمل منظمك وراقب عداد الضغط لتتأكد أن هوائك مفتوحاً، ويجب أن لا يكون بالقرب من الصفر. وتذكر أنه إذا تعطل منظم فسيتحول للتدفق الحر، والآن ستتدرب على التنفس من منظم حر التدفق، وعليك أن تمس زر الإفراغ لتمثل التدفق الحر. ضع قطعة الفم بالقرب من فمك ولكن لا تدخلها كلياً. اسمح للهواء الزائد بأن يهرب واشفط الهواء الذي تحتاجه، وقد يقلع أو يفيض نظاراتك ولكن لا تقلق. وبعد أن تنتهي، أي بعد 30 ثانية على الأقل، تطلع على عداد الضغط، فقد تندهش حول كمية الهواء التي تستهلكها بهذا الشكل. وتذكر أن إحدى الخيارات في حالة انقطاع الهواء على عمق 10 أمتار إلى 12 متراً أو 30 إلى 40 قدماً هو الصعود الطارئ المحكم، وستتدرب على هذا في غطس المياه المحصورة، ولكن لأنك لن تكن في ذلك العمق فقد تتدرب عليها أفقياً. وفي المياه المفتوحة يجب أن تتطلع لفوق وتمد ذراعك، ولكن في الوضع الأفقي ستتطلع للأمام. وثم مع إبقاء معداتك بمكانها ستسبح أثناء زفيرك مصدراً صوتاً آه حتى لا تحبس نفسك وتخاطر بإصابة انتفاخ الرئة. وللتمرين الأفقي ستسبح لمسافة 9 أمتار أو 30 قدماً، وعندما تقوم بهذا الفحص فعلياً بالمياه المفتوحة ستجد الصعود عمودياً أسهل من السباحة أفقياً. وبعد أن تتمكن منه أفقياً سيطلب منك المدرب أن تتدرب عليه بشكل مائل من الجهة العميقة إلى الجهة الضحلة. حان الوقت للقيام بالأشياء الممتعة حقاً، غطسات المياه المفتوحة. أول شيء تقوم به في موقع غطس هو تفقد الظروف، حيث لا منفعة من الاستعداد لتجد أن الظروف تعيسة، وسيريك مدربك كيف تحسب حساب الطقس والماء ودرجة الحرارة والقاع وتكوينه والموجات ومخاطر المنطقة المحلية وهلم جرة. وسيكون عليك تخطيط دخولك وخروجك وأن تقرر إن يمكنك الغطس بأمان، فهذه مسؤوليتك. وإذا لم تستطيع فاذهب للموقع البديل، وإذا كانت الظروف هناك سيئة فألغي الغطس وافعل شيء آخر. أنت تغطس من أجل المغامرة والمتعة والتحدي وليست لمواجهة المخاطر غير المعقولة. والتوقيت والتسلل السيء عندما تلبس معداتك يمكن أن يتعبك ويسخنك، مثل لبسك لبدلة الغطس قبل الغطسة بوقت طويل أو ليس معداتك قبل زميلك بوقت طويل. ألبس المعدات بنفس الوقت وبنفس النمط مثل زميلك حتى إذا كنتم على استعداد لدخول الماء معا. أولاً ركب وحدة الغطس وجهز كل شيء يمكنك القيام به، مثل تنظيف النظارة قبل أن تلبس بدلة الغطس الثقيلة، ثم ألبس بدلة الغطس والثقل. وعندما تكون جاهزاً لمعدات الغطس أطلب المساعدة من زميلك، وثم ألبس أي عدادات رسخية، وثم قم بإجراء فحص السلامة قبل الغطسة، وثم ألبس قفازاتك ونظاراتك. ألبس الزعانف قبل أن تدخل الماء إذا كنت تغطس عن قارب أو بماء يصل لخصرك عند الغطس من الشاطئ. ولبس بدلة الغطس يتطلب بعض التفكير المسبق مبدئيا، ولكنه يصبح سهلا بعد غطستين أو 3. وأفضل أسلوب لدخول الماء يعتمد أين تغطس، وإذا لم تكن متأكدا حول أفضل وسيلة لدخول الماء احصل على توجيه لتعرف كيف تدخل وتخرج بأمان. بالنسبة للغطس عن الشاطئ فالتوصية العامة هي أن تلبس كل معداتك ما عدا الزعانف، وفقا للبيئة قد تلبسهم أول شيء أو تلبسهم في مياه تصل لخصرك، والقانون العام هو استخدام منظمك حتى تطوف بالماء العميق بحالة تعثرك، فيمكنك التنفس تحت الماء. وفي المياه العميقة انفخ سترتك وتحول إلى القصبة لتوفر الهواء. وإذا كنت تمشي مرتديا الزعانف فامشي للوراء أو للجانب وحرك قدميك، وهذا يساعد في تفادي الحفر والعوائق ويخيف أي حيوانات قد تلتقك إذا دست عليها. وحالما أصبحت المياه ذات عمق كافي اسبح على السطح، والسباحة تكون عادة أسهل من المشي. يتطلب دخول الموج والخروج منه تدريبا خاصا، ولكن من المحتمل أنك ستدخل وتخرج من موج خفيف أثناء غطسات المياه المفتوحة، وسيغطي مدربك الدخول والخروج من الموج في موقع الغطس. وستجد أن سباحة السطح في المياه المفتوحة تختلف عن تلك في المياه المحصورة، لأنك ستغطي مسافات أطول، وقد تكون هناك موجات وتيارات. أنفخ سترتك لنصفها لتقلل الجر واسبح بانتظام. السباحة على السطح متعبة أكثر من السباحة تحت الماء، واستخدم القصبة وتنفس بحذر لكي لا تختنق بماء، وتذكر أن تبقى قدميك تحت الماء، وقد تفضل أن تستبح على ظهرك. تأكد من موقعك واتجاهك وزميلك باستمرار. وهناك فروق طفيفة بين النزول بالمياه المفتوحة والنزول في المياه المحصورة، ولكن إذا كنت ستنزل أعمق يجب أن تكون مثقلا بشكل صحيح، وأفرغت السترة وتزفر كما تنزل، وتذكر أن تعادل مبكرا وكثيرا بدون قوة قبل أن تشعر بالإزعاج، وأبقى رأسك عموديا فوق قدميك لكي تظل عارفا وجهتك. وسيزداد معدل نزولك عندما تضغط المياه بدلة الغطس، ولذلك ضع هواء في سترتك كلما اقتربت من القاع لكي تكون حيادي الطوفان. ويمكنك أن تستخدم خيطا لغطسات الأولى أو خط مرساة وتفادي الارتجاج لفوق أو تحت بالسماح لذراعك بالانزلاق مع الخط تماشيا مع ارتفاع وانخفاض القارب مع الموج. هل أنت مستعد؟ أنت جاهز للقيام بالغطسة الثالثة في المياه المحصورة، وستكون بالمياه المفتوحة قريبا.